خاصة في عملية إنهاء الأزمة، وعنده ساق يسار ممتازة ممتازة برشا. وفي هذه الأثناء ينطلق اللقاء، ومراد جربي يعطي إشارة بداية اللقاء بكرة للنجم الرياضي الساحلي وهجمة وتطلعها جماهير الأهلي الصفاقسي. الكرة لرقي العواني، شي يعمل رقي العواني، رقي العواني كرة ممتازة برشا هذه في 18، ومحاولة أولى كانت خطيرة من فرج بن نجيمة أولى للنجم الرياضي الساحلي على اليسار الكلابي، تلعب بسرعة تمشي كرة في وسط الميدان تتوزع، ولكن تدخل وديع كريد مرة أخرى، كرة تخرج تماس بن نجيمة، بن نجيمة لرقي العواني، رقي العواني يلعب الكرة لأسامة عبيد، يوزع أسامة عبيد ولكن الكرة تمر أمام الجميع. بن نجيمة يراوغ ممتاز يبحث عن الشماخي، الشماخي في 18 شي يعمل يسدد، والكرة سهلة في ديمون صار الكلابي. وسام بوسنينة يلعب الكرة، كريد يبحث عن اللاعب رقم 11 أمير بن مبروك، لكن كرته كانت مباشرة لعلي جمل. راقي العواني الكرة قصيرة تتلعب توصل لأسامة عبيد، يراوغ أسامة عبيد، شي يعمل أسامة عبيد، راقي العواني يسدد وصعيبة كانت. يلعب كرة طويلة بالفعل اللي كان في وسط الميدان، فما آدم الوار تاني رجع الكرة لراقي العواني، ايش يعمل وسام عبيد، وسام عبيد لان الشماخي، الشماخي ودون عنوان الكرة كانت لصفاقسي عن طريق هذه التماس، تماس طويلة من نور الكرم الهمامي وحمزة جلاصي بعد اختار تماس جديد. هذه الكرة طويلة تمشي يخرج قيس طرابلسي، يخل كرة الهمامي وزع، ولكن تدخل من حسام بن علي ما كانتش صعيبة، يعطيه الحكم إشارة التنفيذ. يلعب صاحبي غربال والكرة في الجدار الدفاعي، ترجع مرة أخرى لصاحبي غربال، يخل كرة وسقط على أرضية الميدان لكن تمشي مرتدة للنجم الساحلي وسام عبيد، وسام عبيد يلعب مع الشماخي، الشماخي يحاول يروغ، خلي الكرة للورتاني، الورتاني في الاسباس لرقي العواني، رقي العواني للشماخي، لكن الدفاع كان أسبق نور الكرم الهمامي. نادي والأولى بخدمته، الكرة طويلة مباشرة في دين الحارس علي جمل لاعب الشاب في صفوف النجم الساحلي. نتابعوا الكرة، حسام بن علي وزع للشماخي، خطيرة كانت الحقيقة للنجم الساحلي من مسابقة كأس تونس. حتى بالنسبة للنجم الساحلي لقاء الفرط أمام وحوارات مع المدافعين والمهاجمين، وسمع عبيد وصاحبي غربال اللي بعد الكرة بالراس ممتاز الصاحبي، ينحي الكرة ترجع مرة أخرى للغفران، يوزع وراقي العواني، لكن الترويض ما كانش باهي، الكنترول كان خايب برشا من راقي. الكرة تمشي للنجم الساحلي، راقي العواني بسرعة، وسام عبيد، وسام عبيد يوزع، شو يعمل وسام عبيد، ما فما حد بعيدة، فما نور الكرم الهمامي هو اللي بعد الكرة، طفت شباكه ثم يحاول مباغت علي جمل، وسام عبيد طويل الكرة تمشي مباشرة لمنصر الكلابي في هذه المخالفة، يتقدم غفران النوالي سدد مباشرة وجانبية، ركنية تتلعب بسرعة لفرج بن جيمة، يرجع لأسامة عبيد ما فماش تسلل، يوزع أسامة عبيد، حمزة جلاسي بالراس والكرة تمشي بعيدة على مرمى الحارس منصر الكلابي. شرف الدين، شرف الدين يحاول يراوغ، راه رقم 12 في العملية الأخيرة أيمن عزازة، تمشي الكرة قيس طرابلسي، وش يقول الحكم، يرجع حكم، وقد تكون كرة الثابتة حل لناجي جراد. صاحبي غربال يلعب الكرة ولكن حمزة جلاسي بعد الاختار في مرة أولى، ترجع الكرة مرة أخرى للآل صفاقسي، وسام بوسنينة يحاول يسدد ولكن ياسين الشماخي يدخل ويحاول عكس الهجمة لصالح النجم الرياضي الساحلي رقي العواني. فلان النوالي تمشي لأسامة عبيد، يمشي الكرة يحاول يسدد، يمر بالكرة أسامة مرة أخرى لرقي العواني، يسدد وصعيبة كانت الكرة، اختيرة برشا. الكلابي وأسامة عبيد يلعب هذه الركنية في 18، يسقط على أرضية الميدان غفران النوالي، باش يلعب هذه الكرة طويلة لصالح الأهلي الصفاقسي، يبحث عن قيس الطرابلسي، تمر الكرة لعلاء فروخ، علاء فروخ ولكن علي جمل، لؤي بن حسين شي وزع بن حسين، فما بن جيمة لكن كورته تمشي بعيدة. قيس طرابلسي، قيس طرابلسي يعطي الاسيست لشكون الفروخ، لكن علي جمل يرفع يرفع السبورة بإعلان 4 دقائق كوقت بدل ضايع. نتبعوا هذه الكرة، الجبالي يعطي الكرة للشماخي ولكن الدفاع كان أسبق في العملية الأخيرة، ترجع الكرة مازالت تختيرة حسام بن علي، حسام بن علي يدخل 18 والتغطية الدفاعية مجددا. الكرة طويلة من غفران النوالي، يسقط على أرضية الميدان، تتعدى الكرة مازالت في 18، فرج بن جيمة وكرة حمزة جلاصي انتهى. تابعوا هذه الركنية، تدخل الدفاعي، ترجع الكرة أمام لؤي بن حسين، ومرة أخرى وديع كريدي بعد الاختر في الجدار الدفاعي على أرضية الميدان، وسمع عبيد ورأسية كانت الكرة الأخيرة بعد الكرة بالرأس الجدار الدفاعي، محاولة عكس الهجمة، ترجع الكرة لحسام بن علي، حسام بن علي وزع في 18، فما وسمع عبيد بالرأس والكرة جانبية. في صفوف النجم الساحلي حمزة جلاصي تجارب عديدة، نادي البنزرتي، نادي الصفاقسي،
النجم الساحلي لاعب دولي تبعوا هذه الكره، عزيز الجبالي والدفاع اليوم مازال يواصل النشاط في سن 42 سنه. بن حسين لؤي بن حسين يتقدم بالكره يخليها لحسام بن علي، حسام بن علي يخلط على الكره ولا يوزع حسام بن علي والكره السهله في دين الحارس منصر الكلابي. راقي العواني، راقي العواني في 18، راقي العواني لأسامة عبيد، ايش يعمل أسامة عبيد؟ وتدخل دفاعي وتسلل وسام بوسنينة، وسام بوسنينة صاحبي غربال يوزع صاحبي غربال الكرة في 18 حمزة زلاصي اللي بعد دختر عبيد، أسامة عبيد يبحث عن الثغرة يخلي الكرة لشكون؟ لراقي العواني، يقول فماش تسلل، راقي العواني وجه لوجه وتدخل من نور الكرم الهمامي، ترجع مرة أخرى لراقي العواني، ايش يعمل راقي؟ سدد وتدخل الدفاعي من جديد من أيمن عزازة، ما زالت الكرة للنجم الرياضي الساحلي الشماخي والكرة سهلة تمشي مباشرة لمنصر الكلابي. كرة ويرجع الكرة بهذه المخالفة، ينفذ أسامة عبيد في 18 الكرة وترجع الكرة بالراس، أسامة عبيد يخلي الكرة لصالح البرهومي، يدخل 18 ايش يعمل صالح البرهومي؟ يحاول يراوغ صالح البرهومي مرر ولكن تدخل دفاعي مرة أخرى من وسام بوسنينة، لكن أصيل الجزيري يقطع الكرة وأسامة عبيد يسدد وممتاز منصر الكلابي، براد كبير من منصر الكلابي في هذه العملية الأخيرة. راقي العواني نشوفوه يرجع للخلف باش ياخذ الكرة لبناء الهجمة، يلعب الكرة طويلة، راقي العواني ممتازة نحو صالح البرهومي، صالح البرهومي يدخل 18، البرهومي ايش يعمل يراوغ؟ صالح البرهومي سدد والهدف الأول، الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي البديل مرة أخرى صالح البرهومي بعد ما سجل الأسبوع الفارط، يسجل هذا الأسبوع أمام الأهلي الصفاقسي، ياخذ الكرة صالح البرهومي يدخل 18 الاهلي الصفاقسي يفتح الزاويه، نشوفوا مع بعضنا يدخل منطقه 18 يفتح الزاويه كان معاه المدافع ويركن الكره يمينيه على يسار الحارس منصر الكلابي ويكون بذلك الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي امام الاهلي الصفاقسي في 72 دقيقه لعب، 72 دقيقه لعب تجيب جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي. نشوفوا امامنا خالد بن ساسي يتنفس السعداء، اكيد هدف يعرف باش يكون عنده برشا وزن في قادم الدقائق، خاطر كان بقات النتيجه سلبيه باش تصعب اكثر على ملاعبيه النجم الساحلي. تشكيله نجم جرات تمشي راقي العواني، راقي العواني ايش يعمل راقي؟ يقرب 18 راقي العواني، فما اسيل الجزيري يطلب الكره، اسيل الجزيري والكره جانبيه، يعطيه الحكم اشاره التنفيذ، صاحبي غربال يلعب الكره في 18 وفما راسيه مره اولى من اسماعيل الكشو، لكن تدخل مره اخرى من حسام بن علي بعد الاخطار، الكره طويله منصر الكلابي يبحث عن شوات، ياخذ الكره بالفعل شوات، شوات يلعب الكره مع البوغانمي، تمشي الكره لشوات وتدخل بيت، تمشي صالح البرهومي لجرتيلا، جرتيلا ايش يعمل؟ جرتيلا يخلي الكره لاحمد حليله، لكن تدخل دفاعي وتوصل الكره سهله لمنتصر الكلابي، بالكره هذه جرتيلا، هذه جرتيلا، لكن تدخل من دبابيس، رجع مره اخرى هذه جرتيلا يسدد والكلابي، دقيقه محترم بين الفريقين، اسامة عبيد يلعب الكره طويله، احمد حليله ياخذ الكره بالراس يخليها لاسير الجزيري وتدخل دفاعي ممتاز من وديع كريد، ما زالت الكره مره اخرى ترجع نور الكرم الهمامي مره اخرى لحسام الدبابيس، وفي هذه اللحظه بالذات يعلن الحكم مراد الجربي عن نهايه هذا اللقاء، لقاء ثم النهائي كاس تونس بين الاهلي الصفاقسي والنجم الساحلي على نتيجه 1-0 لصالح النجم الساحلي امام الاهلي الصفاقسي، وبالتالي النجم الساحلي يمر الى الدور الموالي من سباق الكاس الى الربع النهائي ليواصل الرحله في مسابقه كاس تونس. والحقيقه كلمه برافو، كلمه امتياز لملاعبيه الاهلي الصفاقسي اللي كانوا واقفين كما يجب امام فريق في الرابطه المحترفه الاولى اسمه النجم الرياضي الساحلي، كبير من كبار كره القدم التونسيه، لكن ما قصروش ملاعبيه الاهلي الصفاقسي الحقيقه، سواء الحارس منصر الكلابي او بقيه اللاعبين كانوا في مستوى الحدث اليوم، كانوا في مستوى هذا اللقاء، لقاء ثم نهائي كاس تونس، ابلوا البلاء الحسن وقدموا المطلوب منهم، لكن الحقيقه خبره النجم الرياضي الساحلي هي لانهات اللقاء اليوم لصالح النجم امام الاهلي الصفاقسي. نشوفوا برشا روح رياضيه بين ملاعبيه الفريقين،